نيجي الآن لأهم الجمل اللي بتستخدم بكثرة في التعامل مع قواعد البيانات، ألا وهي السلكت، أو إحنا بنسميها من ضمن الكراد أوبريشن الريتريف. الريتريف أو الاسترجاع أو عرض البيانات أو إرجاع البيانات، سميها مثل ما تسميها، بستخدم معها جملة اسمها سلكت. بستخدم معها جملة شو اسمها؟ سلكت. سلكت يعني حدد لي. النجمة معناها all، معناها كل الأعمدة. select مباشرة يتبعها الأعمدة اللي أنت بدك إياها. يعني أنا لما بدي أعرض بيانات من قاعدة البيانات أو من جدول معين، شو بدي أحكي له؟ بدي أحكي له روح على الجدول هذا، هات لي البيانات اللي موجودة في العمود كذا وكذا وكذا، صح ولا لا؟ ممتاز. هنا باجي بحكي له select all from car. إيش يعني؟ يعني روح على جدول الكار، هات لي all الأعمدة، all columns، حدد لي كل البيانات اللي في كل الأعمدة. متى؟ where الموديل بيساوي 2015. شو معنى الجملة هاي؟ معناها انه روح لي على جدول السيارات، هات لي كل الصفوف اللي الموديل تبعها 2015، هات لي كل السيارات بكل معلوماتها. مين قال لي كل معلوماتها؟ النجمة all. هات لي كل السيارات بكل معلومات الأعمدة اللي موديلها 2015، فهيك راح يرجع لك قائمة من السيارات اللي الموديل تبعها 2015. ممتاز جدا. إذا عملية السلكت يتبعها مباشرة أسماء الأعمدة اللي بدنا نحدد المعلومات منها، بعدها فروم من جدول السيارات. متى؟ لما الموديل أو اسم العمود ممكن يكون موديل أو غيره، الاي دي بيساوي كذا أو الاسم بيساوي كذا إلى آخره. هلقيت البحث مثلا كيف بيصير في البرامج؟ بيروح بيعمل سلكت كل الأعمدة مثلا من جدول السيارات أو جدول الأسماء، وير النيم بيساوي مثلا كذا، تمام، أو لايك كذا. ممتاز. نيجي نشوف الجملة اللي بعديها، select all from car. خلاص صرنا فاهمين، يعني حدد لي بيانات كل الأعمدة من جدول السيارات. متى؟ لو حددت select all from car وحطت فاصلة منقوطة ووقفت لعند هنا من غير where، معنات الكلام راح يحدد لك كل الجدول اللي موجود عندك، هيعرض لك كل الجدول من غير أي شرط. لكن احيانا بدك الناس اللي اعمارهم فوق ال 20 سنه، بدك الناس اللي السيارات اللي موديلها بين ال 2010 و 2015، بدك السيارات اللي موديلها فوق ال 2010 وفي نفس الوقت سنه التصنيع تبعتها كذا، او الموديل هو نفس سنه التصنيع، الموديل هو اسم السياره. يمكن احنا هنا في المثال حاطين السنه، مش مشكله. انا مثلا بدي كل السيارات اللي لونهم احمر واللي سنة التصنيع بعديهم مثلا 2000 وبعد 2020، هاي كلها بحددها من خلال الوير. ممكن تعمل اند اور، تعمل دمج، تعمل جوين، في حاجة اسمها جوين، انك تدمج الجداول في بعض، تعمل اكثر من شغلة في الموضوع. ولكن هذه الجملة شو معناها؟ select all from car يعني حدد كل بيانات الأعمدة، كل بيانات السيارة من جدول السيارات. وير متى؟ لما الموديل لايك قيمة معينة. طيب يساوي، وعرفناها انه القيمة بتساوي القيمة، طب اللايك شو معناها؟ اللايك هذه مش الفيس، مش تاعت الفيسبوك، لا، لايك هذه معناها انه زي او مثل، لايك معناها مثل. يعني اذا الموديل بتشابه مع القيمة هذه رجع لي. لسه مش فاهم، انا عارف، ركز معايا. شايف علامات الموديولاس اللي موجودة هنا، علامة في المية، ممتاز. هاي العلامة تستخدم دائما مع اللايك، هاي قاعدة رقم واحد، العلامة هاي بستخدمها مع مين؟ مع اللايك. قال لك لما تقول له لايك 2015 معناته أي حاجة بتبدأ بأي حاجة وبتنتهي بأي حاجة وبتحتوي على 2015 رجع لي إياها. إيش يعني؟ يعني لو في نص على سبيل المثال، لو في نص بالشكل هذا مثلا، لو هنا في نص دي 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 2015 دي دي دي، تمام؟ هيك دي 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 2015 دي دي دي، هي رجع لي اياه من ضمن السيارات. طيب ما بيسويش 2015؟ نعم، انا بفحصش بالتساوي، انا بفحص باللايك، يعني هو يحتوي على 2015. لايك دير بالك بعبر عنها او بقدر اوصفها من خلال علامه في المية وين موجوده. فلو في علامه بالمية موجوده في البدايه والنهايه، معنات الكلام انه يبدا باي حاجه وينتهي باي حاجه، المهم في النص يكون فيه كذا. طيب ممتاز، لو كانت هيك معناته يبدا باي حاجه وينتهي ب 2015، هيك راح يرجع لي، يعني كانه زي هيك بيقول لي. فهنا راح يرجع لي كل السيارات اللي بتبدا فيها اي كلام، اللي الموديل تبعها بيبدا باي كلمه
بس آخر الكلمة لازم يكون 2015. طيب العكس لو كانت هنا مع نفس القضية بس بتبدأ ب 2015، بدل بتنتهي ب 2015 بتبدأ ب 2015. يعني رجع لي كل السيارات اللي بتبدأ ب 2015 وبعدها أي كلام مش مشكلة. فكلمة لايك يا جماعة الخير تعبر عن تشابه، تعبر عن إيش؟ عن تشابه. يعني رجع لي كل السيارات اللي بتتشابه مع 2015. في الحالة هاي رجع لي كل السيارات اللي في اللي الموديل تبعها مكتوب في أي حاجة في بدايته وفي وسطه 2015 وفي نهايته أي حاجة، المهم يحتوي على كلمة 2015 وين ما كانت تكون. ممتاز. طيب لو كانت في البداية برضو بيجيبها، أي حاجة برضو ممكن تكون صفر أو أكتر مش مشكلة. طيب لو علامة في المية كانت مش في البداية كانت في النهاية، يبقى لازم الكلمة تبدأ ب 2015 وبعدها يكون في أي حاجة. طيب لو علامة في المية كانت في النهاية معناته لازم الكلمة تبدأ ب 2015 وفي النهاية يكون حاجة أي حاجة. المهم في النهاية علامة في المية اعتبر انه مكانها بده يجي اي حرف من الاحرف، سواء كان فاضي او في حرف معين او جملة كبيرة او اي حاجة. يعني بدل علامة في المية اعتبر انه بده يجي اي حاجة مكانها وقارن بناء على هيك. هيك بده يجيب كل السيارات اللي فيها 2015 واي حاجة قبل واي حاجة بعد، وهكذا تقدر تقارن. طيب ممتاز. الجملة الأخيرة نفس القضية بس هنا حدد عمودين، ما حدد كل الأعمدة. select all يعني حدد كل الأعمدة، select ID وname يعني حدد لي بس معلومات الاي دي والموديل من جدول السيارات. لما الموديل بيساوي كذا يعني كأنه بالضبط هيجيب لي كل السيارات اللي بتعمل لايك. شوف بدي اشرح لك بالكلام، هات لي كل السيارات اللي الموديل تبعها بيحتوي على كلمة 2015، هات لي منهم بس اسمها او عفوا اي دي تبعها والموديل تبعها بس. يعني هيعرض لي جدول بس فيه الاي دي 1 2020 2 2015 3 كيا 2019 مثلا، زي هيك هيعرض لي اياها. فهذا بشكل عام يا جماعة الخير مجموعة من الكويريز اللي انا بدي اياك تفهمها قبل ما نخش على الاندرويد، لانه هنطبقها بالحرف الواحد في الاندرويد. لو انت فهمت الكلام هذا نظريا اعتبر حالك فهمت كل مواضيع داتابيز، وسهل جدا انك تطبق المعلومات اللي بدنا نشرحها في الاندرويد.